كما الآن من ما مما نعيشه الآن، مما يمر علينا الآن، مر مثله أو يقترب منه في العصور السابقة. وأقصد عندما تكون الطائفية هي الحاكمة، لما تكون الطائفية والمذهبية وشيطان الطائفية وشيطان المذهب هو الحاكم وهو المسير للأمور وهو المؤصل للقتل والتقتيل والإجرام والتكفير. ماذا يحصل؟ يلغى العقل، لا يوجد فكر، يكون المعروف منكرا ويكون المنكر معروفا، يرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا، فيعمل المنكر، يعمل القبائح، يقتل الأبرياء، يسحل الجثث، يحرق الجثث، يعتدي على الأعراض، يهجر الناس، مئات الآلاف وملايين الناس في الصحاري وفي البراري وفي أماكن النفايات والقاذورات، وعليهم ينزل المطر ويضربهم البرد كما مر عليهم لهيب الحر والسموم والشمس وحرارة الشمس وعطش الشمس ومعاناة الصيف. مر عليهم الصيف ومر عليهم الشتاء وتمر عليهم الأيام والأسابيع والأشهر والفصول والسنين، ولا يوجد من يهتم لهؤلاء المساكين، لهؤلاء الأبرياء. الكل يبحث عن قدره وعما يضع في قدره وفي جيبه وعما يملأ به كرشه، من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة، من هؤلاء السياسيين أو من هؤلاء السياسيين، من هذه المجامع التكفيرية أو من تلك المجامع التكفيرية، من هؤلاء السنة أو من هؤلاء الشيعة، من هؤلاء الشيعة أو من هؤلاء السنة. الكل يبحث عن جيبه، الكل يبحث عن نصيبه، الكل يبحث عن كعكته. لا يوجد من فيه الحد الأدنى من الإنسانية، الحد الأدنى من الأخلاق. حلبة من الصراع الكل يشترك بها، هذه الدولة أو تلك، هذه الطائفة أو تلك، هذه المجموعة السياسية أو تلك، هذا الفكر أو ذاك، هذه الفضائية أو تلك. لا يوجد نقاوة، لا يوجد صفاء، لا يوجد إنسانية، لا يوجد أخلاق، لا يوجد عدالة، كله لوث، كله شائبة، كله إشراك.